أعزائي الطلاب، هسه ننتقل إلى موضوع جديد وميل المستقيم، وعندنا الموضوع هو نماذج الخطية ومعادلات التغير. راح نشرح شلون نطلع ميل المستقيم، هو هذا القسم الثاني من الفصل الأول. خلي ناخذ شنو مفهوم الميل وشنو هو الميل وشنو هو زاوية الميل. زاوية الميل، هاي الزاوية هي زاوية يصنعها المستقيم ويا محور اكس، يصنعها هذا المستقيم ويا من؟ ويا محور اكس. هذه يسموها زاوية الميل، زاوية الميل هي زاوية يصنعها المستقيم مع محور اكس الموجب. هذه الزاوية هي زاوية الميل. هسه خلينا نجي نفرق بين الزاوية والميل. هسه نجي شنو الميل؟ الزاوية افتهمناها، هاي زاوية محصورة بين المحور اكس الموجب والمستقيم. طيب شنو زاوية الميل؟ هاي زاوية الميل. شنو الميل؟ الميل يسموه سلوب، يعني الميل يساوي تان زاوية الميل، يعني ظل الزاوية تان زاوية الميل، هذا يسموه الميل. طيب أنا عندي هاي الزاوية هي نفس هاي الزاوية، إذن راح أنتقل لهذا المثلث، هذا المثلث راح أنتقل إليه وأرسم لكم إياه هالشكل. دا أنقل هذا المثلث إلى هالصفحة، هاي يسموه دلتا اكس، هاي يسموه دلتا واي. حسب الخواص هذا المستقيم موازي لهذا، إذن الزاويتين نفس الشيء، فإذا قلت تان هاي الزاوية، تان هاي الزاوية نفس الشيء، راح آخذ تان هذه الزاوية، خلينا نسميها ثيتا، تان ثيتا يساوي المقابل على المجاور، دلتا واي على دلتا اكس، إذن هذا يسموه الميل. يعني الميل لهذا المستقيم. طيب خلينا نفهم شنو دلتا واي وشنو دلتا اكس. دلتا واي هو التغير في واي، التغير في احداث واي، على دلتا اكس التغير في احداثيات اكس، هذا الميل. أنا عندي نقطتين، عندي النقطة الأولى هو إكس واحد واي واحد، النقطة الثانية إكس اثنين واي اثنين. إيه هذه المسافة يسموها دلتا واي، هذه المسافة يسموها دلتا إكس. هذه المسافة النقطة من كانت إكس واي بهالمكان، من تغيرت هالمكان مشت هاي إكس 1، هاي إكس 1 مشت صارت إكس 2. الفرق بين إكس 2 إكس 1 هو دلتا اكس. طيب انا الواي كانت هنا، بعدين صعدت وين؟ صارت واي 2، يعني صارت هنا. هذه المسافه يسموها دلتا واي. فبعض الطلاب يسالونه يقول لك استاذ ليش الميل مو دلتا اكس على دلتا واي؟ ليش دلتا واي على دلتا اكس؟ نقول له دلتا واي على دلتا اكس لانه انا عندي مفهوم الميل هو تان الزاويه، هو المقابل على المجاور. هسه نجي ناخذ شلون نطلع الميل بين نقطتين. مثلا انا عندي هاي النقطه 3 و1 و4 و2، اقول لك جد الميل بين النقطتين. راسا اول ما اجي على النقطتين شخصن لك احسن، هاي اكس 1 هاي واي 1، هاي اكس 2 هاي واي 2. يجي واحد يسال يقول زين يصير اقول هذا اكس 1 واي؟ يصير نقول هذا اكس 1 واي 1، بس لازم هذا اكس 2 وهذا واي 2. كيف للطالب يا هل يختار نقطه البدايه؟ ما عندك مشكله. الميل هو دلتا واي على دلتا اكس. زين شنو دلتا واي؟ يعني التغير في واي، يعني واي 2
ناقص واي 1. طيب دلتا اكس شنو؟ هو اكس 2 ناقص اكس 1 يساوي واي 2. هاي واي 2 شنو نكتب؟ 2 ناقص واي 1. ايش قد الواي 1؟ 1. نكتب هنا 1. اكس 2 ايش قد الاكس 2؟ 4 ناقص اكس 1 ايش قد؟ هاي اكس 1 3. اذا راح يصير عندي 2 ناقص 1 هو 1 و4 ناقص 3 هو 1. اذا الجواب ايش قد طلع عندك؟ طلع عندك الجواب 1، يعني الميل موجب. معلومة تفيد للطالب، إذا الميل موجب المستقيم راح يصير تصاعدي، المستقيم يصعد يعني هالشكل يصعد إلى الأعلى، هذا شو يسموه؟ هذا الميل موجب. هسه راح ناخذ مثال نشوف الميل مالته ايش يطلع.